السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الرياضيات للصف الثاني متوسط. في الدرس السابق شرحنا موضوع متوازي الأضلاع وتعرفنا على خصائص متوازي الأضلاع. في هذا الدرس راح نكمل المعين والشبه المنحرف، يعني راح نتعرف على خصائص المعين وكذلك الشبه المنحرف. طبعا عندنا هذا الشكل، هو شكل المعين. المعين هو متوازي أضلاع، مثل ما تلاحظون شكله شكل متوازي أضلاع، فيه ضلعان متجاوران متساويان. يعني عندنا هذا الضلع وهذا الضلع، هذه الضلعان متجاوران يكون متساويان، يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع وهذا الضلع يساوي هذا الضلع. صار واضح؟ زين. خصائص المعين: قطراء المعين متعامدان. شنو يعني قطراء؟ هنا عندنا هذا قطر وهذا قطر، فقطراء المعين شبيهم متعامدان، يعني هذا القطر يكون عمودي على هذا القطر وهذا القطر كذلك يكون عمودي على هذا القطر. زين. هنا عندنا الخاصية الثانية، كل قطر ينصف الزاويتين عنده طرفيه. يعني شنو؟ يعني عندنا هذا القطر ينصف الزاوية، هنا عندنا هذه الزاوية، هذه الزاوية، فهذا القطر ينصف الزاوية. يعني شنو؟ يعني يقسمها قسمين، يقسمها قسمين، هذا قسم وهذا قسم. زين. هذه الزاوية كذلك هذا القطر ينصفها، يعني شنو؟ يعني يقسمها إلى قسمين، فهي تكون متساوية. كذلك عندنا هذا القطر ينصف هذه الزاوية وهذا القطر ينصف هذه الزاوية. صار واضح؟ فهذه خصائص المعين. قطراء المعين تكون شنو؟ متعامدين، تكون متعامدين، هذا قطر وهذا قطر. زين. كل قطر ينصف الزاويتين عند طرفيه، يعني هذا هاي الزاوية هذه الزاوية، فهذا القطر شنو؟ ينصفها، يعني يقسمها إلى قسمين متساوية. زين. هسه نجي إلى مساحة المعين ومحيط المعين. هذه قوانين تحفظوها، هذه قوانين تحفظوها، قانون مساحة المعين ومحيط المعين. مساحة المعين يساوي طول الضلع في الارتفاع، يعني المساحة يرمز لها بالرمز A، يساوي طول الضلع، الطول يرمز إلى بالرمز L، في الارتفاع يرمز إلى بالرمز H. صار واضح؟ الـ H تكتبونه small أو capital. إذن هنا عندنا مساحة المعين شو يساوي؟ يساوي الطول في الارتفاع، الطول في الارتفاع، يعني طول الضلع في الارتفاع. زين. ومحيط المعين شو يساوي؟ يساوي 4 في طول الضلع، 4 في طول الضلع. إذا تلاحظون هنا عندنا بالمعين كم ضلع؟ عندنا هذا الضلع وهذا الضلع وهذا الضلع وهذا الضلع. فهنا عندنا المحيط، شلون نحسب هذا المحيط؟ شلون نحسب هذا المحيط؟ نضرب طول الضلع، هذا الضلع الواحد، نضربه في 4، لأن هو 4 أضلاع، 1 2 3 4. فنضرب طول الضلع الواحد، الطول هو الـ L، طول الضلع الواحد نضربه في 4، راح نحسب المحيط. إذن محيط المعين يساوي، المحيط يرمز إلى برمز B، يساوي 4 في L، يعني 4 في طول الضلع، 4 في طول الضلع. صار واضح؟ فهنا نحفظ مساحة المعين يساوي الطول في العرض، ومحيط المعين يساوي 4 في L، يعني 4 في الطول. زين. هذا بالنسبة للخصائص المعين، وهذين القانونين نحفظهم. هسه راح نحل هذا المثال. يقول استعمل خصائص المعين لتجد طول الضلع البي سي. وين الضلع البي سي؟ هذا الضلع البي سي، هذا هو المجهول، هذا مجهول. زين. ومحيط المعين يريد طول هذا الضلع ويريد المحيط، محيط المعين. طبعا محيط المعين احنا شلون راح نطلعه؟ من خلال هذا القانون، من خلال هذا القانون، ان المحيط يساوي 4 في طول الضلع. زين. نستعمل خصائص المعين لتجد طول الضلع اللي هو البي سي. هنا انا شنو اقول؟ عندنا هذا ضلع البي سي، والسي دي ضلع، والاي دي ضلع، والاي بي كذلك ضلع، هذا ضلع وهذا ضلع وهذا ضلع وهذا ضلع. زين. هنا انا بالمعين من عرفناه شو يقول؟ يقول هو متوازي اضلاع، فيه ضلعان متجاوران متساويان. فعندنا هذا الضلع يساوي هذا الضلع، لان كل ضلعين متجاورين شبيههم متساوية. فحتى أطلع طول هذا الضلع لازم أطلع قيمة X، لازم أطلع هنا قيمة X. فشلون أطلع قيمة X؟ أقول هنا الضلع الـ AB هو مساوي للضلع الـ AD،
ليش؟ لأن كل ضلعين متجاورين شبيهة متساويان. صار واضح؟ هذا من خصائص المعين، إنه كل ضلعين متجاورين هي متساوية. فهنا شنو أقول الحل؟ الحل هنا أقول الضلع الأيبي، الضلع الأيبي هو مساوي للضلع الأيدي. الأيدي يعني شنو؟ الضلع الأيبي إيش قد هنا عندنا؟ 3 x زائد 7 زين يساوي الأيدي إيش قد؟ هو 5 x ناقص 17. صار واضح؟ هذا الضلع يساوي هذا الضلع. زين هسه شنو عندنا هنا؟ عندنا طرفين، عندنا حدود متشابهة، هذه الخمسة اكس وثلاثة اكس. زين هنا نقول ثلاثة اكس تنزل، طبعا هنا المتغيرات راح اخليها في الطرف. ثلاثة اكس تنزل، هذه الخمسة من تنتقل للطرف الاخر تتحول الاشارة الى سالب، سالب خمسة اكس زين يساوي هنا عندنا شنو؟ سالب 17 تنزل، وهذه السبعة انقلها للطرف الاخر راح تتحول اشارتها الى سالب، راح تصير سالب 7 زين. هنا عندنا 3x ناقص 5x، 3 ناقص 5 راح يصير سالب 2، سالب 2x، سالب 2x لان اشارة الاكبر واطرح سالب 2x يساوي. هنا عندنا سالب بالسالب، انزل واحدة من عندهم واجمع 17 و7، 7 و7 14، 4 و1، 1 و1 2 سالب 24 زين. هسه اريد اتخلص من معامل x فاقسم الطرفين على معامل x زين. فهنا الاكس ايش راح تطلع؟ اقول اكس يساوي هذا سالب 2 ويا سالب 2 يروح، عندنا هذا السالب ويا السالب يروح، وهنا عندنا 24 وهنا عندنا 2 اقسم على 2، هذه بها 1 وهذه بها 12. اذا قيمه اكس ايش قد طلعت؟ طلعت 12. قيمه اكس ايش قد طلعت؟ طلعت 12 زين. انا شنو اريد؟ اريد الضلع البي سي ايش قد زين. احنا عرفنا انه المعين هو متوازي أضلاع، وعرفنا في الدرس السابق من خواص متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متساويان، كل ضلعين متقابلين شبيههم متساويان. فعندنا الضلع الأي دي هو مساوي للضلع البي سي. صار واضح؟ فهنا شنو أقول؟ أقول الضلع هنا عندنا البي سي، الضلع البي سي هو مساوي للضلع الأي دي. الأي دي زين، الضلع الاي دي ايش قد؟ هنا عندنا 5 5 اكس ناقص 17 زين. فهنا بدال الاكس طلعت قيمتها 12 فراح اعوضها. هنا انا اقول 5، هنا انا بيعت مضرب اقول 5 في 12 ناقص 17 زين. 5 في 12 طبعا هنا يساوي 5 في 12، 5 في 2 10، 0 و1، 5 في 1 5 و1 6، فراح يصير 60، 60 ناقص 17 زين. هنا أنا أقول يساوي 60 ناقص من عدها 17 راح يصير 43، 43 زين. هاي 43 شنو طول هذا الضلع اللي هو الـ AD؟ الـ AD طبعا هذا شنو؟ هذا الضلع الـ AD، هذا الضلع الـ AD. فهنا الضلع الـ AD إيش قد طلعنا؟ طلعنا 43 سنتيمتر زين. وبما أنه هذا الضلع هو مساوي لهذا الضلع لأن كل ضلعين متقابلين متساويان، إذن الضلع البي سي إيش قد يساوي؟ يساوي 43. هنا نقول إذن الضلع هنا البي سي، البي سي شو يساوي؟ يساوي 43 سنتيمتر. هنا عندنا هذا الضلع ايش قد طلع؟ طلع 43 سنتيمتر زين. هسه طلعنا طول هذا الضلع. المطلب الثاني شي يريد محيط المعين زين. راح نطبق قانون محيط المعين. محيط المعين شي يساوي؟ هذا قانون محيط المعين يساوي 4 في طول الضلع. فهنا انا اقول المحيط، هنا راح اطلع المحيط، هنا نقول المحيط بي يساوي 4 في طول الضلع زين. بي يساوي الأربعة نزلها في طول الضلع ايش قد؟ بما انه هنا عندنا متوازي الاضلاع والمتوازي الاضلاع يكون اضلاعه متساوية، يعني طلعنا طول هذا الضلع 43، اذا هذا 43 وهذا 43 وهذا 43، اذا طول الضلع الواحد ايش قد؟ هو 43
صار واضح؟ إذن هنا نقول بي يساوي 4 في 3 40، 4 في 3 12 2 1، 4 في 4 16 1 17. إذن هنا عندنا المحيط هو 172، هنا أقول سنتيمتر، هنا أقول سنتيمتر، صار واضح؟ إذن المحيط، محيط المعين ايش قد طلع؟ 172. هذا بالنسبة لي المعين. هسه نجي إلى شبه المنحرف. طبعا شبه المنحرف هنا أنا راح أشرحها بالكتاب لأن ما حاجة بعد أرجع أرسمها بالورقة. هنا عندنا شبه المنحرف، هذه هي أشكال الشبه المنحرف، هذه أشكال شبه المنحرف، هو شكل رباعي، يعني بشنو؟ يعني بأربعة أضلاع. زين، هذا عندنا شكل شبه المنحرف، وهذا شكل شبه المنحرف، وهذا كذلك شبه المنحرف. عندنا أنواع الشبه المنحرف، عندنا شبه منحرف مختلف الساقين، يعني هذا الضلع يختلف عن هذا الضلع، ويختلف عن هذا الضلع، ويختلف عن هذا الضلع، مختلف الساقين. وعندنا شبه منحرف متساوي الساقين، لاحظوا عندنا هذا ضلع وهذا ضلع، طبعا هذه الأضلاع تكون متوازية، هذه تسمى القاعدة العليا، وهذه القاعدة السفلى تكون متوازية، ساقين متساويين، يعني هذا الساق يساوي هذا الساق، يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع. هذا شبه منحرف متساوي الساقين، اللي هو هذا ساق وهذا ساق متساوي. زين، وهنا كذلك عندنا شبه منحرف قائم الزاوية، اللي هنا يحتوي على زاوية قائمة. زين، هذه أشكال الشبه المنحرف. زين، هنا عندنا هذه في الشبه المنحرف القاعدة العليا، هنا عندنا القاعدة العليا، وهنا عندنا القاعدة السفلى. القاعدة العليا يرمز إلها بالرمز A، والقاعدة السفلى يرمز إلها بالرمز B. أما هذه الأضلاع، عندنا هذا ضلع C وهذا ضلع D، صار واضح؟ والارتفاع، ارتفاع الشبه المنحرف هذا هو الارتفاع، ارتفاع الشبه المنحرف. زين، كذلك هنا عندنا الشبه المنحرف متساوي الساقين، عندنا القاعدة العليا A، يعني هنا من نقول A معناته شنو قصدنا؟ على القاعدة العليا، ومن نقول B قصدنا على القاعدة السفلى. أما هنا عندنا الأضلاع البقية، هنا عندنا C وهنا كذلك عندنا C، نقدر نسميها C أو نقدر نقول D، بس هنا نقول C، يعني هنا C وهنا C حتى يميز إنه هذا شبه المنحرف ومتساوي الساقين، صار واضح؟ كذلك عندنا هذا الشبه المنحرف القاعدة العليا A، القاعدة السفلى B، وعندنا هذا ضلع C وهذا ضلع D. زين، هذا بالنسبة لأشكاله. زين، شنو هنا اللي لازم نحفظه؟ راح نحفظ قانون مساحة شبه المنحرف ومحيط شبه المنحرف. مساحة شبه المنحرف، المساحة يرمز لها برمز A يساوي نصف، نصف في الـ A منه القاعدة العليا زائد القاعدة السفلى في الارتفاع. هذه الـ A، من نقول A يعني شنو قصدنا؟ على القاعدة العليا اللي هي A، ومن نقول B قصدنا القاعدة السفلى. فهنا من نريد نحسب المساحة شو نقول؟ نقول نصف في، طبعا هنا بيناتهم ضرب، نصف في القاعدة العليا A زائد القاعدة السفلى B في الارتفاع، صار واضح؟ زين، هذا بالنسبة للمساحة. أما بالنسبة للمحيط، هنا أنا راح نجمع، من نريد نحسب مساحة الشبه المنحرف نجمع هذه الأضلاع. طبعا المحيط يرمز إلى برمز B يساوي، هنا نقول A يعني القاعدة العليا زائد B القاعدة السفلى زائد C اللي هو هذا الضلع زائد دي اللي هو الضلع الرابع، صار واضح؟ يعني نجمع القاعدة العليا زائد القاعدة السفلى زائد هذا الضلع زائد هذا الضلع، هذا من نريد نحسب المحيط، صار واضح؟ هنا عندنا شبه المنحرف، هذا هو شكل الشبه المنحرف مثل ما وضحنا، القاعدة العليا A والقاعدة السفلى B، وعندنا هذا الضلع C وهذا الضلع D، والارتفاع هذا راح يكون الارتفاع اللي هو H. زين، نحفظ هذه القانونين، مساحة شبه المنحرف يساوي نصف في القاعدة العليا زائد القاعدة السفلى في الارتفاع، ومحيط الشبه المنحرف يساوي القاعدة العليا زائد القاعدة السفلى زائد ضلع السي زائد ضلع الدي. زين، هسه هنا عندنا مثالين. مثال الأول، جد مساحة شبه المنحرف الذي طولا ضلعين متوازيين فيه 12 سنتيمتر و 8 سنتيمتر وارتفاعه 4 سنتيمتر، يعني شنو يريد هنا؟ يريد مساحة. من يريد مساحة شبه المنحرف؟ أطبق يا قانون، أطبق قانون مساحة شبه المنحرف. فهنا شنو عندنا القانون مساحة شبه المنحرف؟ أقول A يساوي اللي هي المساحة، شو يساوي؟ يساوي النصف في القاعدة العليا اللي هي A زائد القاعدة السفلى في ال H اللي هو الارتفاع. زين، هسه أجي أعوض.
هنا شنو يقول؟ يقول المساحة شبه المنحرف طولها ضلعين المتوازيين فيه 12 سنتيمتر و 8 سنتيمتر، يعني هاي طول الأضلع، ومطين الارتفاع. طول الأضلع منو المتوازيين؟ أنا شنو ذكرت الأضلع المتوازية؟ القاعدة العليا والقاعدة السفلى. القاعدة العليا والقاعدة السفلى، عندنا هاي راح نقول هنا عندنا هاي القاعدة العليا وهاي القاعدة السفلى، أو تقولون بالعكس هاي السفلى وهاي العليا نفس الشيء، لأن هو زائد والجمع عملية إبدالية. صار واضح؟ فهنا نقول أي يساوي؟ هنا نقول نصف، ننزل هاي نصف، نفتح القوس، هنا عندنا الأي، هنا نقول 12 زائد البي إيش قد 8 في الارتفاع إيش قد منطيني 4. صار واضح؟ إذن أي يساوي؟ هنا شنو عندنا؟ عندنا ضرب، هاي شنو عندنا اختصارات؟ نقدر نختصر الاثنين وهي الأربعة، هذه بيها واحد وهذه بيها إيش قد 2. زين، هنا صار عندنا واحد، وهذا القوس نجمع 12 زائد 8 هو 20، فهنا أقول 20 في 2، 20 في 2 هو 40، 20 في 2 هو 40. إذن مساحة الشبه المنحرف إيش قد؟ هو 40 سنتيمتر مربع. هنا أنا أقول 20، هاي ال 12 زائد 8 هو 20، فأقول 20 زائد 2 ويساوي إيش قد؟ يساوي إنه 40 سنتيمتر مربع. طبعاً ما دام مساحة فراح يكون هنا سنتيمتر مربع. إذا أقول جد مساحة، إذا هنا عندنا الوحدة راح تكون هي مربع. هذا بالنسبة لي مساحة شبه المنحرف. إذا أقول جد المساحة أطبق قانون المساحة وأعوض. هنا من يقول الضلعين المتوازيين شنو يقصد؟ يقصد هذا الضلع وهذا الضلع، لأن هذول الضلعين في الشبه المنحرف تكون متوازية، يعني القاعدة العليا والقاعدة السفلى، يعني هاي منطيني قاعدة العليا وقاعدة السفلى. تقدرون هنا تعكسونها، يعني هنا تقولون مثلا 8 زائد 12 نفس الشيء. صار واضح؟ وارتفاعه منطيني اياه، فهنا راح أطبق القانون وأطلع مساحة شبه المنحرف. زين، هنا عندنا المثال الثاني، يقول جد محيط، هنا شنو يريد؟ يريد المحيط، فراح نطبق قانون محيط شبه المنحرف. يقول جد محيط شبه المنحرف متساوي الساقين، طول كل منهما 8 سنتيمتر، وطول قاعدته العليا، طبعا هنا أنا مسمي طول القاعدة العليا هي 5 سنتيمتر، وطول قاعدته السفلى هو 10 سنتيمتر. زين، شنو هذا متساوي الساقين؟ يعني بها هذين السيقان بالجوانب تكون متساوية، طول كل منهما هو 8. زين، فهنا شنو أقول؟ أقول الحل، هنا الحل قانون المحيط هو P يساوي، هنا نقول A اللي هو القاعدة العليا زائد B القاعدة السفلى زائد C اللي هو الضلع الثالث زائد D الضلع الرابع. زين، هنا نقول P يساوي القاعدة العليا طول قاعدة العليا شقد؟ 5 سنتيمتر، زائد القاعدة السفلى إيش قد؟ 10، زائد هنا عندنا السي والدي هي متساوية. ليش؟ لأنه يقول متساوي الساقين، متساوي الساقين إيش قد طول كل واحد من عندهم؟ 8، يعني عندنا السي 8 والدي 8، فهنا نقول 8 زائد 8. صار واضح؟ لأن هو يقول متساوي الساقين، ويعني راح يكون هيك شكله، عندنا هذا 5 هيك الشكل الشبه المنحرف. القاعدة العليا إيش قد؟ 5 سنتيمتر، والقاعدة السفلى 10 سنتيمتر، وبما أنه متساوي الساقين يعني هذا الساق يساوي هذا الساق، ويقول طول كل منهما إيش قد؟ 8، يعني هذا راح يصير 8 وهذا 8، فراح أجمعهم. هاي من أطلع المحيط أجمع هذه الأضلاع، فهنا أقول P يساوي اللي هو المحيط 5 زائد 10 15 و 16 راح يصير 31. 31، إذن 31 سنتيمتر هو محيط الشبه المنحرف. صار واضح؟ إن شاء الله في الدرس القادم راح نكمل حل التمارين، وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.